اهلا بكم متابعي ومشاهدي قناه اليوم السابع في كل مكان من داخل الاسواق الاسبوعيه لبيع الاضاحي ورؤوس الثروه الحيوانيه قبيل عيد الاضحى المبارك، حيث تشهد اسواق محافظه اسوان استقرار في اسعار الماشيه والضأن. وإلى جولة مع الكاميرا داخل أحد أكبر الأسواق الأسبوعية بمحافظة أسوان. والله أنا مش I'm going to go to the hospital.
رصد اليوم السابع استقرار اسعار الاضاحي بالسوق الاسبوعي بمركز كولومبو ناحيه قريه سبوح، حيث تشهد تم طرح كميات كبيره من الخراف والماشيه. قوم يا ماك هاي ثاني انت ماك هاي ثاني تقوم عشان تقلع اطراف حق جديان هاي جديان انت هاي كان اليوم السابع قد أجرى عدة تقارير تلفزيونية عن أسعار الأضاحي وأماكن تواجدها في محافظة أسوان.
وشهدت الأسواق الأسبوعية بمحافظة أسوان هذا الأسبوع انخفاض ملحوظ في أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأجرى اليوم السابع جولة بعدة أسواق بمحافظة أسوان لعرض أسعار الماشية والضأن، حيث انخفض سعر الماشية بالسوق عن الأسبوع الماضي إلى من يعني بالأسعار تراوحت من 60 إلى 55 جنيه للأبقار، بجانب انخفاض في أسعار الأغنام يصل سعر القائم إلى حوالي 65 جنيه للكيلو. تنعقد بمحافظة أسوان عدة أسواق أسبوعية في أيام السبت والخميس والأربعاء، وكذلك طرحت الدولة كمية كبيرة من اللحوم المدعمة للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مما انعكس على استقرار أسعار اللحوم.